أنا ما لبست وعي العيد، أنا لبست كفن بهيدي. أنا أم أيهم وآدم وأمير، خسرت ولدين، طلع لي ولد بالمستشفى. طبعا كنت رايحة أشتري لهم أواعي للعيد وأجيب لهم وأعمل لهم، طبعا كانوا مبسوطين واشتريت لهم كل إشي وما حرمتهم من إشي. نقصني بس أجيب لأولادي نظارات، بس نزلت كان أبوهم بالدار ومفتوحة الدار وما في حدا عندهم غير ظل أبوهم. نزلت رجعت بالشارع بيحكوا لي إنه أولادك دارك محروقة. قعدت أصوت وأصرخ، نزلوا واحد كان الحمد لله عايش، الثاني كان ميت وشفته ميت بعيوني، الثالث والله شفته بإجري ماشي ورايح على السيارة بإجري. رحت على المستشفى على البشير ما لقيتهم، رحت على التراونة رنوا علي أهلي بقولوا لي مناح وكويسين، صرت أزغرط بالسيارة إنه ولادي مبسوطين إنه مناح. أفوت على المستشفى لقى ولادي على التخت متكفنهم. البيت ولع، عرفت؟ كان عنده 3 أطفال أخوي عدي، البيت تحرق هيو كله، هي زي ما أنت شايف بقاله سنين بيبني بالبيت، دمر حاله دمر أولاده، أولاده الله يرحمهم متوفوا، جوز أولاد الكبير والصغير أيهم، عنده ولد مصاب محروق قسم الحروق. طبعا كان أيهم ينادي على أبوه من هون إنه ينقذه، أبوه ما قدر ينقذه، كان عشان في حماية هون مسكرة، الحماية اللي هون مسكرة مسكر على البيت كله، وفقد 2 من ولاده، فقد أيهم الكبير وابنه الصغير والثالث برضو، الله يعوض عليه ويكتب له الأحسن لابنه الثالث يا رب قسم الحروق. نتمنى منكم دعواتكم إنه الله يشفيه ويعافيه. طبعا سبب الحريق التماس كهربائي، وزي ما انتو شفتوا عند الكنبات كله سفنج ومسفنج، واطفال يعني ما عرفوا يتصرفوا ولا عرف ايش يساووا، وما عرفنا ايش يعني الاطفال ما عرفوا ايش يتصرفوا، والتماس كهربائي وعلى تحت الكنبيات وولعت الدار كلها يعني. أنا ما لبست وعي العيد، أنا لبست كفنه بهيدي، لبست كفنه بهيدي، بس بحمد الله قيسته إياه وكان مبسوط فيهن. أبوه ترك الدنيا كلها وراح يشتري لهم عشان يبسطهم، رغم كان علي أجر دار وعلي مي وكهرباء، والله العظيم قال لي والله لخليهم عايدوا زيهم زي الأولاد. بس عيدوا بكفرهم.